بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا شادي بالبيت من السعودية، من مدينة جدة. التحقت بالشركة هذه عن طريق صديق، والحمد لله كانت يعني شركة مميزة بتعاملها باستقبالها في المطار، اللهم لك الحمد. وذهبت من المطار إلى الفندق، ومن الفندق إلى جزيرة لانكاوي، وبعد الجزيرة لانكاوي إلى بينك. وكانت الفنادق ولله الحمد يعني في أفضل، أو نقول ممتاز للغاية، فنادق صراحة للغاية يعني، ما شاء الله تبارك الله. وأنا أنصح اللي قادمين إلى هذه الشركة منهم يعني يتأكدون من الفنادق. بعض الفنادق أنا لاحظت ملاحظة إلا في جزيرة بنك في هوليدي إن، هذا الفندق في التاور هو اللي في الخلف، والأمام هو اللي على البحر، مطل إطلال على البحر، أقرب من التاور. فهي اللي في التاور نفسها مطلة على البحر من الغرفة نفسها، فهو بس يعني يقول الفرق بين التاور وبين المطلة إطلالة أقرب على البحر. فندقين جزئين، أو الجزء الثاني هو التاور، والجزء الأول اللي على طول يعني في نفس المطعم ونفس المسبح وإطلالته مباشرة على البحر. ولله الحمد يعني كان تعامل السواقين وكان السيارات وكان يعني كل شيء ما شاء الله تبارك الله على أفضل حال ما شاء الله. نريد أن نسألك في هذه الرحلة، ما هو أفضل مكان زرته في هذه الرحلة؟ جزيرة لانكاوي لماذا تميزت؟ تميزت بأجواءها الطبيعية، بالأمطار والجزر البحرية، البحيرات، جزيرة المرأة الحامل، المنغروف، يعني الرياضة المائية، يعني ما شاء الله تبارك الله. الفندق من أفضل يعني ما شاء الله تبارك الله أفضل الفنادق اللي أنا سكنت فيها، بين الكوالا وبين بنك، اللي في لانكاوي صراحة هو الأفضل الطب أنا أشوف. صادفت كثير من السائقين في هذه الرحلة تبع شركة المحيط، من هو السائق المميز لديك في رحلتك هذه؟ السائق اللي في لانكاوي اسمه رضا، هذا من أفضل وأميز السائقين اللي أنا مريت فيهم في رحلتي في السياحة في ماليزيا. الصعوبات التي واجهتك؟ لا توجد أي صعوبات ولله الحمد. رأيك بصراحة في شركة المحيط؟ والله صراحة أنا أشكركم جزيل الشكر، الشكر لله. كنت متخوف في بداية التعامل معه. لا لا لا، ولا فكرت في أي تخوف، ما شاء الله تبارك الله. يعني من الاستقبال اللي صادفته من المطار نفسه من ماليزيا من كوالالمبور لحد إن شاء الله، يعني رحلة إن شاء الله على اليوم على السعودية بإذن الله ولله الحمد. يعني كل شيء بالتوقيت، يعني بالساعات والدقائق وكل شيء، يعني ما شاء الله انتظار السائقين واتصال قبل الوصول، يعني اتصلوا يعني إن هم جايين إلي يعني في كل رحلة. كلمة أخيرة. والله أنا أشكركم جزيل الشكر، وأنصح يعني القادمين من السياح أنهم يتوجهوا إلى شركة المحيط المتميزة ويستفسروا عن الفنادق نفسها، يسألوا عن الفنادق للتوضيح الأكثر، لأني أنا صادفت في الهوليدي إن في المشكلة هذه. فإن شاء الله إنه الغير بس يعني ينتبه ويركز في الأمور هذه في الفنادق بصفة عامة، يعني علشان ياخذ خبرة أكثر يعني إن شاء الله. بإذن الله. بارك الله فيك وترجع إلى بلدك إن شاء الله بالسلامة. الله يسلمك ويبارك وإن شاء فيك الله تعاودها مرة أخرى إن شاء الله. بإذن الله، لنا
سنوات إن شاء الله وأكثر إن شاء الله، ونكون إن شاء الله. نروح في أندونيسيا، في سنغافورة، في سريلانكا، في تايلاند، معظم دول جنوب شرق آسيا. ما شاء الله تبارك. نفس الرقم اللي تواصلت معاه يعني بواتساب. يعني نفس الأرقام اللي معانا اللي موجودة كلها تواصل معاكم على طول ما شاء الله. تحجز عن طريقه في أي دولة من هذه الدول. الله يسعدكم ويبارك فيكم. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.